السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتقرير اليومي للسوق السعودي ليوم 16 مايو. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا خلال تداولات يوم الأحد ويوم الاثنين شفنا يوم الأحد ارتفاع بمقدار حوالي 358 نقطة. النهاردة الاثنين شفنا تراجع للارتفاع اللي حصل كله يوم الأحد، وصل معانا التراجع لمستويات ال 12901 900 عفوا 914. واحنا اتكلمنا وقلنا في بداية الأسبوع إن احنا عندنا منطقة طلب ما بين ال 12928 لل 13114، وقلنا إن الإغلاق يوم الخميس الماضي كان إغلاق ضعيف أسفل مستوى ال 12928، وممكن ده يكون كسر كاذب، وفعلا طلع يوم الاثنين وأغلق معانا أعلى منطقة الطلب. او عفوا يوم الاحد، يوم الاثنين النهارده رجع تاني اسفل المنطقه دي، ولكن برضو زي ما قلت قبل كده الكسر ضعيف جدا وممكن يكون كسر كاذب. وطالما احنا يعني مش شايفين اغلاق شمعة كاملة اسفل المستوى ده، فاحنا ممكن نرجع تاني للصعود ان شاء الله، بشرط ان هو ما يقفلش شمعة كاملة اسفل ال 12928. لو قفل تحت المستوى ده يبقى ممكن نكمل هبوط لل 12662، وفي حالة كسر ال 16 ال 12662 هننزل معاه لل 12300 واحد 12359. ده بالنسبة للمؤشر العام. ننتقل للأسهم اللي حضراتكم طلبتوها. عندنا أول سهم، سهم المصافي. سهم المصافي طبعا للأسف في ترند هابط، وشفنا التراجع اللي حصل من بداية الأسبوع حتى الآن. أنا شايف إن سهم المصافي هيستمر في الهبوط. هيستمر في الهبوط لحد فين؟ لحد نقطة الدعم اللي هو صعد منها آخر مرة، اللي هي تقريبا عند مستويات 108. ممكن نقول ان هي منطقة طلب ما بين ال 108 لل 115، دي منطقة الطلب بتاعتنا اهي. لو السهم فضل اعلى المنطقة دي وما تمش كسرها، ممكن نشوف ارتفاع لل 123، وفي حالة اختراق ال 123 هنروح للارتكاز على الترند الهابط. في حالة اختراقه هنشوف انعكاس للاتجاه وصعود على المدى البعيد لمستويات ال 195 ان شاء الله. ده بالنسبة للمصافي. عندنا سهم أرامكو برضو. سهم أرامكو تراجع معانا، وأشرنا للكلام ده بقالنا حوالي أسبوعين، من الأسبوع اللي فات واللي قبله من قبل العيد تقريبا. قلت يا جماعة إن احنا عندنا مستوى 46 مستوى مقاومة قوي، ولو تم اختراقه هنشوف استكمال الصعود، ما تمش اختراقه هنرجع تاني للهبوط. وفعلا تراجع معانا، شفنا هبوط قوي يوم الحد، افتتاح على فجوة هابطة كبيرة حوالي الافتتاح كان على تراجع حوالي 6% اهو، او 6.25% كمان، ونزل معانا يعني هو بعد ما فتح نزل معانا حوالي 9%. بعد كده صحح اوضاعه في نهاية الجلسة او خلال الجلسة، صحح الاوضاع بتاعته ورجع تاني فوق مستويات ال 42 25 لل 42 50، منطقة الطلب اللي هو طلع منها بقوة اخر مرة. والاغلاق بتاعه يوم الحد كان كويس، النهاردة الاتنين صعد شوية وبعدين تراجع، ولكن هو مازال اعلى منطقة الطلب. انا هستنى اغلاق على 43 10، لو اغلق فوق المستوى ده اتوقع ان شاء الله ان احنا نشوف ارتفاع مرة اخرى لمستوى 46 ريال. ده بالنسبة لسهم ارامكو. ننتقل للسهم التالي معانا. عندنا سهم حلواني اخوان. ادي سهم حلواني اخوان. سهم حلواني اخوان طبعا شايفين التراجع القوي اللي حصل، هو دلوقتي واقف عند مستويات 75 70، مستويات منطقة طلب هنشوفها حالا مع بعض. اهي دي المنطقة اللي صعد منها اخر مرة من 73 70 لحد مستويات ال 78 تقريبا، او ال 76 70. من 73 70 لل 76 60 دي المنطقة اهو، شفنا كان نازل بقوة، بدأ يدينا برايس اكشن من هنا صعد معانا. فانا شايف لو حد شاري من المنطقة دي يعني هي منطقة كويسة، شايف ان هو هيصعد بشكل مبدئي لمستويات ال 83 او 80، يعني في الرينج ده اهو 83 بالظبط، ده كهدف مبدئي. لو تم اختراق مستوى ال 83 والاغلاق اعلاه، اتوقع بعد كده ان هو ممكن يروح لمستويات ال 90 اهو هنا كده بالظبط 89 60،
من 89 60 لل 93 65، دي الاهداف بتاعتنا. اخترق ال 93 65 ساعتها هيكمل معانا بقى لفوق ونشوف مستويات ال 97، وعلى المدى المتوسط ممكن نشوف ال 103 ثم ال 109 باذن الله. طبعا ده في حاله الاستقرار اعلى ال 73 70. في حاله كسر ال 73 70 ساعتها هنشوف هبوط قوي، قد يمتد معانا الهبوط ده لحد مستويات ال 62، ولو كسر مستويات ال 62 هينزل معانا المستويات ال 51. ده بالنسبة لحلواني اخوان. عندنا كمان سهم اكسترا، ادي سهم اكسترا. سهم اكسترا برضو احنا اتكلمنا عليه على ما اتذكر في الفيديو الماضي، والسهم كان كسر منطقة طلب. منطقة الطلب دي ما بين ال 120 20 لل 123 اهو، طلع امبارح عمل لها تيست، ولكن الاغلاق كان يعني مش افضل حاجة اعلى المنطقة دي، ورجع النهاردة تاني للهبوط. انا شايف ان لو فضل تحت ال 120 20 السهم هيستكمل معانا الهبوط لمستويات منطقة الطلب اللي هي ما بين ال 112 20 لحد، شوف دلوقتي المنطقة، لحد ال 115 80. من ال 112 20 لل 115 80 دي المنطقة بتاعتنا اللي ممكن يرتد منها السهم. هو طبعا شفنا يوم الخميس قرب منها، وبعدين يوم الأحد كمان قرب منها وبدأ يصعد، ولكن الصعود مش برايس اكشن، مش اللي هو الـ الشمعة اللي تخليني ادخل مع السهم. فخلينا نشوف لو نزل تاني ولمس وارتكز على المنطقة دي بقى بالظبط وادانا برايس اكشن قوي، ساعتها تكون فرصة كويسة ان احنا نشتري سهم اكسترا ان شاء الله. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم زين. ادي سهم زين. سهم زين برضو يعني مازال ماشي معانا في وايد رينج، اتجاه عرضي. انا شايف ان السهم يعني غير مناسب خالص للدخول دلوقتي بسبب الوايد رينج اللي هو ماشي فيه. احنا محتاجين نشوف اختراق لمستوى 13 72 اهو. احنا عندنا هنا اهو ترند او قناة سعرية صاعدة، تمام. ادي القناة السعرية الصاعدة بتاعتنا على سهم زين، ولكن يعني شايفين مستوى ال 13 72 من الاسبوع الماضي تقريبا، وبينزل طلع عمله اعاده اختبار مره واثنين ومش قادر يخترق، وقبل كده برضو طلع عمل له تيست مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. فالمستوى ده مستوى قوي، لازم نشوف اختراق ليه عشان نقدر نقول ان السهم هيصعد مره اخرى لمنطقه العرض اللي هتكون معانا ما بين ال 14 38 لحد ال 14 13. لو تم اختراق المنطقة دي هيكمل معانا لحد ال 14 94، ممكن نشوف مستويات ال 15 ريال ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم زين. ننتقل لسهم ملاذ للتأمين. ادي سهم ملاذ للتأمين. سهم ملاذ للتأمين هبط معانا بقوة، كان عندنا طبعا نموذج رأس وكتفين، او يعني هو ما تكونش، كنت متوقع ان هو يتكون هنا ولكن هو ما تكونش، ونزل معانا على طول، كسر معانا منطقة الطلب اللي ما بين ال 21 70 لل 22 10. منطقة الطلب كانت منطقة قوية، وبعدين نزل كسرها، عمل لها إعادة اختبار، تحولت لمنطقة عرض ونزل تاني كسر مستوى دعم ال 19 80. فأنا شايف إن للأسف مفيش أي بوادر للصعود على السهم حتى الآن، السهم غير مناسب تماما للشراء. خلينا نصغر الشارت بتاعنا كده. انا شايف ان السهم لو فضل تحت 19 80 بالشكل ده هينزل معانا لحد مستويات ال 15 ريال 89 هللة لحد ال 16 66. دي مستويات منطقة الطلب ما بين ال 15 89 لل 16 66، دي اول منطقه طلب هتقابل السهم في حاله الاستقرار تحت ال 19 80، منها هيكون الصعود في حاله ظهور برايس اكشن. ننتقل لسهم العبد اللطيف. سهم العبد اللطيف. سهم العبد اللطيف طبعا برضو اتجاه هابط، اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان السهم غير مناسب برضو للدخول في الوقت الحالي. افضل منطقة للدخول على سهم العبد اللطيف من ال 19 40 لل 20 82، دي منطقة الطلب، افضل منطقة طلب ممكن نشتري منها من ال 19 40 لل 20 82. لو وصل ليها وادانا برايس اكشن هتكون فرصة كويسة جدا للصعود ان شاء الله على سهم العبد اللطيف. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم فيبكو. سهم فيبكو برضو كسر منطقة طلب قوية النهاردة،
امبارح كسرها ولكن الكسر كان ضعيف. النهارده اكد الكسر معانا، وصل لمستويات ال 46 60. استقرار السهم تحت ال 46 60 بالشكل ده، انا متوقع بنسبة كبيرة جدا هنشوف السهم فيبكو عند مستويات ال 42 او ال 41 نشوف دلوقتي المستوى التاني، من ال 41 لل 43 45، دي منطقة الطلب بتاعتنا اللي سهم فيبكو هيوصل ليها، ومنها نشوف صعود. احنا طبعا هنا كنا شايفين صعود بقوة على السهم، وبعدين حصل تراجع وصل للمنطقة دي، المنطقة دي اللي هي ما بين ال 41 لل 43 45، صعد منها السهم لحد مستويات ال 79، فمنطقة قوية، واتوقع ان المنطقة دي هي اول منطقة هتقابل سهم فيبكو، ومنها هيكون الارتفاع ان شاء الله، ده طبعا في حالة ظهور برايس اكشن على السهم. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الفخارية. ادي سهم الفخارية، الفخارية برضو للأسف تراجع قوي، وصل لمستويات الستين سبعين، وكسر منطقة طلب وتحولت لمنطقة عرض، عمل لها إعادة اختبار وبدأ ينزل مرة تانية. أنا شايف برضو السهم هابط لل 49 33 54 63، دي منطقة الطلب بتاعتنا اللي ممكن سهم الفخارية يصعد منها إن شاء الله. وطبعا شفنا السهم صعد منها بقوة إزاي قبل كده، أهي كان برضو في اتجاه صاعد، نزل عمل لها إعادة اختبار هنا تس، وبعدين صعد من المستويات دي لمستويات ال 132، يعني السهم صعد أكتر من 100% من المستويات منطقة الطلب اللي احنا أشرنا ليها دي، صعد بالظبط 164%. فلو السهم وصل للمنطقة دي وادانا برايس اكشن كويس، هتكون فرصة استثمارية على المدى المتوسط على سهم الفخارية، استهدف مستويات ال 132 40 ان شاء الله. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم ساكو. ادي سهم ساكو، سهم ساكو طبعا اتكلمنا عليه في الفيديو الماضي وقبل كده اتكلمنا عليه كتير جدا، وقلنا ان سهم ساكو لازم يخترق الترند الهابط ده عشان يصعد، وفعلا اخترق الترند الهابط، صعد معانا امبارح صعود ممتاز. النهارده بدأ يتراجع شوية، ليه؟ لأن احنا كان عندنا هنا نقطة مقاومة، نقطة المقاومة عند ال 46 45، نقطة مقاومة قوية طبعا ما قدرش يخترقها، فأنا هنتظر اختراق مستوى ال 46 45 لل 48 30، منطقة العرض دي اللي كانت تمثل منطقة طلب سابقا، لو تم اختراقها والإغلاق عليها هتكون فرصة كويسة على السهم إن هو يستكمل الصعود إن شاء الله لمستويات ال 53 30، واختراق ال 53 30 هيودينا لل 57 ثم 63 30 إن شاء الله. ننتقل للبابتين، ادي سهم البابتين، البابتين برضو كسر معانا منطقة طلب ما بين ال 27 70 لل 28 55، المنطقة دي قلنا عليها قبل كده، قلنا طالما السهم على ال 27 70 فممكن نشوف ارتفاع، لكن للأسف تم كسر المنطقة دي والإغلاق أسفلها النهاردة، كسر ال 27 70 أغلق عند ال 27 35، لو أكد معايا الكسر تحت المستوى ده يبقى السهم هيستكمل الهبوط، لكن هيستكمل الهبوط لحد فين؟ يعني اتوقع ان الهبوط مش هيبقى كبير، لان المنطقة اللي هو هيروح لها قريبة جدا من المنطقة الحالية ما بين ال 25 40 لحد مستوى ال 26 تقريبا، خلينا نتأكد. دي المستوى اللي احنا بنقول عليه من 25 40 لحد 26 30، دي منطقة الطلب التانية اللي السهم هيوصل لها في حالة الاستقرار تحت ال 27 70، دي المنطقة دي طبعا شفنا السهم صعد منها لحد مستويات ال 44 85، هي كانت بداية الصعود لمستويات ال 44 85، يعني برضو تقريبا يعني ما يقارب ال 90 او ال 80% من المنطقة دي اهو، بنتكلم حوالي في 78 او 77%، فطبعا منطقة هتكون كويسة ومنطقة ممتازة لو السهم نزل ليها وشوفنا سلوك سعر كويس، هتكون فرصة كويسة على السهم ان شاء الله. ننتقل للانماء طوكيو، ادي سهم الانماء طوكيو. الانماء طوكيو طبعا واقف معانا عند منطقة طلب، منطقة الطلب ما بين ال 23 لل 24 20، مش قادر يكسر السهم المنطقة دي اهو. النهارده عمل برايس اكشن كويس جدا طبعا مقارنه باغلاق امبارح فهو على ارتفاع،
ارتفاع ضعيف، او ممكن نقول ان هو نفس اغلاق امبارح بالظبط. فبس الشمعة كانت بدايتها تراجع، فتحت على فجوة صاعدة وبعدين تراجع بقوة لمستويات ال 22 80 تقريبا او ال 22 90، وبعدين صعد بقوة ادانا برايس اكشن ممتاز. البرايس اكشن ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا هنا المشتري دخل بقوة وقدر يرفع السعر بالشكل ده. فانا شايف طبعا برضو هنا اهو، لو شفنا الفوليوم ده بار بفوليوم عالي زي ما حصل هنا كده، وشفنا بعديه ارتفاع قوي، فانا شايف استمرار واستقرار السهم اعلى مستويات ال 23 اهو، على مستويات ال 23 هيصعد السهم مرة أخرى لمستويات ال 24 45، وباختراق ال 24 45 هنروح لل 27 50 إن شاء الله. ده سهم الإنماء طوكيو. ننتقل لسهم الخرايف. ادي السهم امامنا، السهم طبعا صعد معانا زي ما توقعت سابقا الحمد لله، ووصل معانا لمنطقة العرض ما بين 123 40 لل 127 80، هو يعني لمس ال 123 40 بالظبط وبدأ ينزل تاني. فاحنا دلوقتي عشان نستكمل الصعود، يعني انا شايف ان احنا لازم نشوف اغلاق فوق ال 123 40، لو السهم اغلق عليها هيكمل ال 127 80 ثم ال 134 20 بإذن الله. لو ما اخترقش يبقى احنا عندنا هنا هينزل مرة أخرى لل 111 60 لل 115، ومنها نشوف هيعمل ايه، هل هيدينا برايس اكشن ويصعد مرة تانية ولا هيكسر المنطقة دي ويكمل نزول. عندنا برضو سهم وفرة، ادي سهم وفرة. سهم وفرة للأسف حاول النهاردة يخترق ال 138 80 بعد ما شفنا صعود قوي، بدأ السهم ينزل بقوة أكبر وبفوليوم عالي أكبر على السهم. شفنا طبعا شمعة الابتلاع البيعي اللي حصلت، يعني السهم نزل من القمة اللي عملها من 143 80 لحد 129، نزل 10% أو 10.25% كمان، فطبعا نسبة كبيرة وشايفين الفوليوم عالي ازاي. ف انا متوقع ان السهم لو فضل بالشكل ده، يعني شايفين هنا برضو لما ادى فوليوم عالي في الهبوط اللي حصل تراجع قوي بعدها لل 115، فانا متوقع للاسف ان بعد الاغلاق القوي اللي حصل النهارده ده يستكمل الهبوط لل 123 92، ولو كسر 123 92 يوصل لل 115. التوقع ده يلغى امتى؟ في حالة اغلاق شمعة يوم أعلى ال 138 80، لو أغلق فوق ال 138 80 يلغى توقع الهبوط، وساعتها نستهدف ال 157 إن شاء الله. ده سهم وفرة. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم سابك. أدي سهم سابك، برضو سهم سابك تراجع قوي، وصل لمنطقة الطلب، هو دلوقتي واقف عند منطقة الطلب ما بين ال 117 لل 120، منطقة طلب قوية. ننتظر بقى برايس اكشن من هنا، بس التراجع قوي للاسف، يعني سواء على الفريم الاسبوعي، شايفين الاسبوع الماضي كان بيقول ان فيه هبوط، الاغلاق الشهري برضو، يعني الاغلاق الشهري كان الى حد ما كويس، ما كانش اللي هو سلبي، لا هو كان مقارنة بالشهر اللي قبله هو كان قافل على نفس الاغلاق، فكان اللي هو ايه، ولا ال يعني المشتري فضل محافظ على الاغلاقات بتاعته، البايع حاول ينزل السهم ساعتها لحد مستويات ال 121، ودخل المشتري خلاه يقفل عند مستويات ال 131 مرة أخرى اللي هو كان شهر اغلاق شهر 3. فأنا شايف للأسف الاغلاق الأسبوعي واليومي على السهم الفترة دي اغلاقات سلبية جدا. لو قارناها بالاغلاق الشهري، لا فالاغلاق الشهري لحد ما كان كويس. عشان يرجع تاني السهم لازم ما يكسرش، طبعا اللي يرجع للصعود لازم ما يكسرش ال 117 63، ويدينا برايس اكشن قوي من هنا، ساعتها اتوقع ان احنا نرجع تاني لمستويات ال 131 20، وبعدها لو تم الاغلاق عليها هنشوف ال 136 ثم ال 141 40. ننتقل لسهم صناعة الورق. ادي صناعة الورق، صناعة الورق في ترند هابط قوي، قلنا قبل كده السهم غير مناسب للشراء
غير باختراق ال 50 ريال او الوصول لمستويات منطقة الطلب اللي هي ما بين ال 41 ريال و6 هلالات لل 43 30. لو وصل للمنطقة دي وادانا برايس اكشن هنشتري بكميات بسيطة لحد ال 50. لو اخترق ال 50 والترند الهابط ساعتها هنزود الكميات بتاعتنا ونستهدف ال 54 60 وباقي الاهداف اللي امامنا على التشارت. ننتقل للنايفات. ادي سهم النايفات. النايفات طبعا النهاردة ارتفع معانا ارتفاع كويس، وقلنا عليه قبل كده ان هو كان في منطقة شراء كويسة جدا ما بين التلاتين للتلاتين تلاتين. المفروض ان هو جاب معانا تقريبا الهدف الاول عند 31.10، واتوقع بنسبة 80% ان السهم ان شاء الله هيستكمل الصعود. المنطقة دي شفنا ارتفاع منها قبل كده لحد مستويات 34.15. انا متوقع نفس الاهداف دي واكتر كمان لحد 36.60 ان شاء الله، بشرط عدم كسر مستوى ال 30 ريال والاغلاق اسفله. ننتقل لسهم اماك. ادي سهم اماك. سهم اماك طبعا نزل معانا بقوة. نيجي فريم الساعة عشان يبقى واضح قدامنا اهو. سهم اماك يعني واقف معانا عند منطقة طلب تانية بعد كسر طبعا ال 98 90 كان نقطة الدعم. قلنا لو كسر المنطقة دي هينزل المنطقة اللي بعدها عند ال 94 94 20 لل 96، وفعلا نزل عند المنطقة دي اهو وقف عندها النهاردة. انا شايف ان السهم برضو يعني كل ده تصحيح للصعود القوي اللي حصل من بداية طرح السهم اهو. يعني احنا شايفين هنا كل ده تصحيح للموجة دي. المفروض ان هو دلوقتي هيقف عند ال 50%. 50% مستوى ال 50% اللي هو عند سعر 94 54 اللي هو متوافق معانا تقريبا عند منطقة الطلب اللي هي ما بين ال 94 20 لل 96 تمام. فهنشوف هيعمل ايه مع المنطقة دي، هل هيكسرها ولا هنشوف ارتداد منها ببرايس اكشن قوي. لو شفنا ارتداد منها ببرايس اكشن قوي اتوقع ان احنا نصعد بقوة ان شاء الله. وشفنا طبعا هنا لما نزل نزل لمسها وصعد بقوة، بعدها جاب لنا القمة التاريخية للسهم اللي عند ال 119.80. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل من المنطقة دي ونقرر هل هندخل في السهم ولا هنفضل ستاند باي عليه لحد ما يدينا اشارة كويسة سهم اماكن ان شاء الله. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الدوائية. ادي الدوائية. سهم الدوائية طبعا واقف معانا عند منطقة الطلب ما بين ال 32 لل 33 20، منطقة طلب كويسة اهي. المنطقة دي صعد منها السهم بقوة لحد ال 43 80 وبعدها صحح شوية وبعدين وصل لل 61 40. فالمنطقة دي حتى الآن لسه ما ظهرش منها برايس اكشن، هو لسه واصل ليها النهاردة. واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان السهم هيوصل للمنطقة دي وفعلا وصل. احنا من هنا بقى نبتدي نستنى البرايس اكشن بتاعنا، واللي مش عارف ايه البرايس اكشن يعمل يدخل يدور في ال، او هحاول احط اللينك بتاع المحاضرة بتاع البرايس اكشن اللي شرحنا فيها نماذج البرايس اكشن اللي بنعتمد عليها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده ان شاء الله. هحاول نحط اللينك بتاع فيديو البرايس اكشن في الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان الناس اللي مش عارفة البرايس اكشن تعرفه. فهنستنى من هنا برايس اكشن، لو ظهر برايس اكشن هتكون فرصة استثمارية كويسة جدا على سهم الدوائية ان شاء الله على المدى من المتوسط للبعيد يوصل لمستويات ال 61 40. ده الدوائية. عندنا سهم اسمنت الجوف. ادي اسمنت الجوف. اسمنت الجوف طبعا صعدت معانا من منطقة الطلب اللي هي ما بين ال 59 لل 982 الاسبوع الماضي، صعود كويس ولكن وصل لمنطقة عرض ما بين ال 10.60 ل 10.72 وبدأ ينزل معانا. فلازم نشوف إغلاق فوق المنطقة دي ال 10.72، ساعتها هيستهدف ال 11.24 وباختراق ال 11.24 هيستكمل معانا صعود سهم أسمنت الجوف. لكن لو فضل تحت ال 10.60 ل 10.72 فممكن يرجع تاني لل 9.50 9.82. ننتقل لأنابيب الشرق. سهم انابيب الشرق معانا يعني في تراجع. المفروض ان اول منطقة طلب هتقابل السهم هتكون عند ال 94 عفوا ال 74 90
لحد مستوى الايه بالظبط؟ نشوف 74 90 لحد 76 50، دي منطقة الطلب بتاعتنا. شايفين نزل ليها مرة صعد، التانية صعد، التالتة عمل قمة جديدة، فالمنطقة دي هتكون منطقة قوية على سهم أنابيب الشرق. طبعا كان في عندنا هنا نقطة دعم بس السهم نزل وكسرها وأغلق أسفلها، فأنا متوقع إن هو يستكمل الهبوط لل 74 90 76 50، ومن المنطقة دي هننتظر البرايس أكشن بتاعنا ويكون الصعود إن شاء الله. كهدف مبدئي هنروح لل 81 30، اختراق ال 81 30 يودينا للهدف اللي بعده 88 90، ثم القمة التاريخية اللي عاملها عند مستويات ال 94 30، ده في حالة الاستقرار أعلى المنطقة دي. في حالة كسرها هنشوف قاع جديد على سهم أنابيب الشرق. شوف سهم تهامة للإعلان، تهامة للإعلان واقف معانا عند منطقة الطلب اللي ما بين ال 119 ريال لل 123، المنطقة دي إلى حد ما قاعد بيجمع عندها بقاله فترة. شايفين الوايد رينج الاتجاه العرضي اللي هو ماشي فيه. لو السهم ادانا شمعة بفوليوم عالي من هنا المنطقة دي هنستهدف، طبعا ممكن اشتري بس بكميات بسيطة لحد ال 134 79. لو اخترق ال 134 79 واغلق عليها هزود كمياتي لل 151، وباختراق ال 151 والاغلاق عليها هنشوف مستويات ال 178 ان شاء الله. ننتقل لسهم سيسكو. سهم سيسكو للأسف برضو مازال في تراجع، وانا متوقع ان هو يستمر لحد ال 24 52 26 10. هو دلوقتي 26 40، يعني خلاص قرب جدا لمنطقة الطلب، منطقة طلب قوية. لو وصل للمنطقة دي وشفنا سلوك سعر كويس هتكون فرصة ان احنا نستهدف 29 45، وباختراقها يكمل معانا ال 35 30 ثم ال 42 ان شاء الله. ننتقل لسهم جزيرة تكافل. سهم جزيرة تكافل برضو للأسف يعني تراجع قوي بعد ما صعد معانا، بس هو طلع كان بيعمل تيست لمنطقة العرض اللي كانت منطقة طلب سابقا ما بين 19 60 لل 20 19، وبعدين بدأ ينزل معانا تاني وكسر مستوى الدعم اللي عند 18 56. لو فضل بالشكل ده متوقع ان هو ينزل لل 16 ريال و18، هلا لا لل 17 17، ومنها يكون بداية ارتفاع وترند صاعد على السهم زي ما حصل هنا كده. كان في ترند صاعد وبعدين بدأ يصحح، وبعدين المنطقة دي وصل ليها تاني وصعد لحد ال 28 12. فأنا متوقع لو وصل المنطقة دي هتكون بداية صعود قوية لسهم جزيرة تكافل إن شاء الله. آخر سهم معانا سهم سهل. سهم سهل للأسف كسر معانا مستوى ال 22 ريال وأغلق أسفله. نزل النهاردة طبعا جاب ال 21 14، ف يعني أنا شايف إن هو الكسر النهاردة كان كسر قوي، وإغلاق النهاردة كان إغلاق قوي أسفل منطقة الطلب، فللأسف ممكن نستمر في الهبوط على سهم سهل. خلينا نشوف ممكن يصل لحد فين. هو وصل لأول يعني هو طبعا جاب أهداف البيع اللي هي عند ال 21 56، وبعد كده ال 20 98 النهارده. فلو السهم فضل أعلى ال 20 98 ممكن يرجع تاني فوق، لكن لو كسر 20 98 أتوقع مواصلة الهبوط لل 19 30. ده بالنسبة لسهم سهل، وده كان آخر سهم معانا. وبكده أكون انتهيت من الفيديو، أتمنى أكون أفدتكم، ولو عندكم أي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت أسفل الفيديو باسم السهم ورقمه وأجاوب عليه في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.